هذه النخلة في اليابان كيف عايشة بدون ماي؟ سبحان الله، هذه ما حد يعطيه ماي، ما في شيء تحته أساس إنه تمسك الماي. هذا يعني دفان، حتى دفان. وهذا الدليل الثاني، هذه النخلة في اليابان، هذه اليابان، هذه اليابان طبعا قريب من الشارع، هذه يعني هذه حتى ثمرة، شوف كيف خضرة، يعني هذه في السنة تحصل مرة مرتين رشة من فوق، يعني يعني حتى تحت ما فيه يعني حوض أو شيء أساس يعني يمسك الماء تحتها، لا الماء يمر، بس الماء يمر من تحتها مرور الكرام، وما شاء الله خضرة، يعني كيف خضرة، يعني وراكها يعني نموها قوي، نموها جيد، شوف تحت كيف حتى. لكن هنا في اليبل دليل ان على ما على ان ما تشرب ماء وايد، ما يعني النخله تعيش حتى لو رشت مطر تحصلها في السنه مره او مرتين، يعني خلاص تقاوم وتنتج بعد نفس الشيء. طبعا هذا واحد يمر من الشارع يفر طعام او في اليبل ماشي ياكل رطب، الاولين كانوا ياكلون رطب مثلا او تمر، واي واحد يفر سواء الاولين او الحين بقدر الله تطلع هذه الطعامه وتستوي كبيره. وعندنا امثله وايد في اليابان الحمد لله، عندنا يعني نخل، يعني وايد نخل.